نرحب فيكم مشاهدين فلسطين هذا الصباح، معكم الشيف ليث صمادي. اليوم عنا بدنا نعمل أكلة المنسف البلدي، أكثر أكلة محبوبة ومشهورة عنا في الأردن، ومكوناتها هي عبارة عن لحمة خروف بلدي. طبعا ما في غنى عن رأس الخروف، يكون موجود كمان على السدر. عنا الجميد البلدي، عنا لبن رايب الغنم، وعنا الرز الأمريكي، عنا طبعا السمنة البلدي، بالإضافة للبهارات اللي بتستخدم دائما في المنسف، وهي الهيل، ورق الغار، الكركم. وعنا احنا بنضيف بهارات عندي، هاي دائما انا بحب اضيفها، هي الزعتر الفارسي مع النعنع الناشف، بعملهم بخلطة معينة عشان نضيف طعم فريد للبن. طبعا اول خطوة في المنسف عنا بنبلش في سلق اللحمة وسلق الراس. هلأ راح نبلش في اللحمة. هاي حطينا اللحمة في الطنجرة، راح نجهز لها مي. طبعا المنسف يفضل انك انت تطبخ اللحم لحال والراس لحال، لانه بنواجه مرات شوي في الراس بيكون فيه الزفر فيه اكثر من اللحمه. بعد ما ركبنا اللحمه وركبنا الراس على الغاز بدنا نستنى شوي حتى تغلى المي. هلا ان شاء الله بدنا نعمل اللي هو ننقع الرز، وبدنا نبلش نمرس في الجميد. طبعا هلا الجميد احنا نقعناه في مي سخنة، علشان هلا بدنا نبلش كمان شوي نعمل فيه انه نمرسه. المرس هو عبارة عن حركة الايدين الثنتين مع بعض، نمسك القطعة الجميد وبنضل نحرك فيهم لحتى يذوب، بنصفيه وبنخلطه مع اللبن وبنبلش نغلي فيه على الغاز. بلشت اللحمة تغلي عنا، بدنا نعمل هون نفتح عن الطنجرة. ما شاء الله ريحة اللحم الزاكية بلشت تعطينا. بدنا نبلش هون نخفف من زفرة اللحمة. تمام، بدنا نبلش نملح. في طنجرتين نعطيهم هيل، وعندنا ورق غار، وعندنا بصل، ونرجع نغطي عليهم. طبعا هلا احنا بدنا نخلط الجميد بالخلاط، وبعدين نخلطه مع اللبن ونبلش نطبخ فيه على الغاز. ما شاء الله مخلوط كويس. تمام، فرغناه في الطنجرة، وبدنا نضيف له رايب الغنم البلدي. تمام، راح نخلطهم كويس مع بعض. بدنا نركبهم على الغاز.
طبعا تقريبا اللبن باخذ معنا بحدود ربع ساعة حتى يغلي ان شاء الله. بعد ما يجهز ويغلي بننزله على اللحمة حتى يصيروا يغلوا ثنتين مع بعض. بهاي الوقت ان شاء الله بدنا نخلي الغاز واطي على اللبن ويغلي حتى يعطينا الكثافة اللي احنا بدنا اياها وتكون اللحمة ان شاء الله جاهزة. هلا احنا ضل عندنا خطوة اللي بدنا نشتغلها هلا، انه نطبخ الرز الخاص بالمنسف. حكينا لكم انه هو الرز الحب القصير الامريكي هو المفضل للمنسف. هلا بدنا نحط السمنة وبدنا نخلطها مع الزيت نستنى عليهم شوي حتى يغلوا، بعدين نضيف لهم الرز ونبلش نحرك في الطنجرة. بعد ما حمي الزيت هلا راح نحط الرز على الزيتات في الطنجرة ونحركهم كويس. طبعا لازم نفلفل الرز ونحمصه مع الزيت والسمنة ونعطيه الملح المناسب. ونتركه كل 3 دقائق نحركه مرة حتى يتقلب الرز كامل ويتحرك كامل في الطنجرة. احنا بدنا نحرك الرز. طبعا بخصوص الرز احنا بنحب نقفره ونحط عليه مي سخنة طبعا بتغلي. في ناس بيستخدموا مرق اللحمة بس انا هون ما بفضل لانه انا حطيت له سمنة بلدي اصلا فاعطيناه دسامة معينة، فما بدنا نزيد الدسامة للرز لانه هيك اللحمة عندنا اصلا لحمة خروف ودسمة واللبن كمان إله دسمه ومناسب زيادة. هلا الرز عندنا تقريبا صار جاهز ومحمص تمام، راح نعطيه المي المناسبة إله هيك صار تمام، ونعطيه الفترة المناسبة على نار هادية لحتى يكون جاهز. هلا عندنا اللبن جاهز، بدنا نشيله على جنب ونجهز اللوز نقليه في الزيت هلا اللوز عندنا صار جاهز. فرغناه بصحن وخلينا على منديل سميك عشان يمتص الزيوت الموجودة داخله. هلا المنسف صار جاهز وظل علينا السكر. طبعا حكينا لكم انه المنسف هو اكلتنا المفضله في الاردن واهم اكله عندنا في الاردن حتى في المناسبات، وسكبها كثير سهل وسلس ومرتب. راح نبلش الان اول اشي في الرز والشراك. ننزل الرز فوق الشراك لحتى نعبي السدر، بعدين بس يجهز كامل
نسهل الرز مظبوط بالصدر. اللحمة أول إشي نحط الراس بالنص، نفتحه، بعدين نبلش نوزع اللحمة على صدر كامل. هلا المنسف صار جاهز، صحة وألف عافية، نشوفكم إن شاء الله في حلقات ثانية، إلى اللقاء.